يعطيك العافية. الله يعافيك، تسلم يا رب. مشاهدينا أكيد ضيفنا لليوم يأخذ الكمان مساحة خاصة في قلبه ويبوح من خلال العزف بأسراره متحدثا عن أحاسيسه ومشاعره، فتعالى صوت موسيقى لتصل لقلوب الجماهير والمستمعين. خلينا نرحب معكم مشاهدينا بعازف الكمان الفنان المتميز نادر ديار. صبحك الله بالخير نادر، صباحك نورتنا. خير، صباحك خير، صباح الخير للمشاهدين الكرام جميع. يعطيك العافية الله يسلمك. نادر، خلينا في البداية نتكلم عن سبب اختيارك لآلة الكمان دونا عن بقية الآلات الموسيقية. والله هي آلة الكمان آلة يعني مميزة بصوتها، بأسلوبها بالعزف، بتتبع هي يعني لازم ضروري يكون واحد دارس الغربي حتى يقدر يعزف بعدين الموسيقى الشرقية. كان اختياري لها كثير لأني صوتك فيه جمال، فيه شجن، أكثر صوت ممكن يعبر عن صوت البشري هو آلة الكمان، جميل، باختلاف عن الآلات الثانية. بس كآلة، فهذا آلة أكثر شيء الكمان خلاك تنجذب لها أو تتعلق بالضبط، فيها. يعني بتحسي هي عم تحكي بتتكلم، يعني زي ما بتسمعي صوت مطرب عم تسمعي صوت كمانجة، بتحسي الكمانجة عم تتكلم الكلام بتحكيه. حلو نادر، ما شاء الله يمكن دخولك في هذا المجال خلاك تدمج بين الموسيقى الشرقية والغربية، سبب هذا الاختيار؟ هلأ قلت لك، هو أول شيء بالنسبة للكمان لازم الواحد يدرس فترة بالغربي بعدين رح يتعلم الشرقي، ما بيصير يدرس شرقي بعدين غربي، لأن هي أساسا أوكي. آلة غربية. تمام، يعني لازم من البداية تكون مع الموسيقى الغربية. موسيقى غربية حصرا، بيدرس الطالب 3 سنوات أو 5 سنوات بعدين بيميل للموسيقى الشرقية اللي هي البيات والرصد والحجاز، هدول النغمات ما هي موجودة عند الغرب. الغرب عندهم مقامين، الميجر والمينور اللي احنا بنسميه النهوند والعجم، هالمقامين. اما الموسيقى العربيه لا، فيها كثير بحر كبير بالموسيقى. تمام. نادر، في بداياتك او بنقول في عمر مبكر في عمر 19 عزفت مع الفنان الكبير صباح فخري الله رحمه الله يرحمه. عليه، اي كلمنا عن والله، هذه اي التجربه. والله، كانت تجربتي انا بعد ما خلصت الموسيقى الغربيه، درست ما كثير موسيقى غربيه، يعني درست تقريبا 4 سنوات غربي بعدين تابعت موسيقى شرقيه، فكان لي الشرف اني اعزف مع صناجه العرب الله يرحمه الاستاذ صباح فخري. عديت تميت معه فتره طويله، يعني تقريبا اكثر من 10 سنوات، ما شاء الله. وكنت اشارك معه كثير، اسافر معه مهرجانات، اكتسبنا منه خبره كبيره، يعني مو بس انا، حتى كل العازفين اللي عزفوا مع الاستاذ صباح ما شاء استفادوا الله، كثير منه. حسيت انها تجربة مختلفة جدا نادر، طبعا صحيح؟ خاصة طبعا في بداياتك يعني في عمر صحيح، صغير 19 سنة. أي أنا أصغر واحد كنت بالفرقة اوه ما شاء الموجودة الله عنده، عليك. وكان الله يرحمه كان كثير يعزني ويحبني الله يرحمه، امين. وهذا سبحان حلو، الله. أي والله. طيب نادر الحين شو راح تسمعنا؟ شو راح نسمع منك من عزف نسمع جميل؟ شيء. يلا جاهزين. شو بتسمعنا؟ Thank you.
العافية. الله يعافيك. يبعدهم كلهم للفنان عبد المجيد عبد الله. جميل جدا. لو نتكلم عن مشاركاتك في المهرجانات، مهرجان قرطاج ومهرجان جرش، كلمنا عن مشاركاتك في هذه المهرجانات وشو تمثل لك؟ هلا كثير كان في مهرجانات، مهرجان جرش بتونس كنا نشارك مع استاذ نور مهنا، صباح فخري، كل هالمطربين النجوم، وسوف جورج وسوف، فكان لها هيك طابع خاص المهرجانات. الجماليه فيه اني في عده فرق مشاركه، عده مطربين مشاركين، فكل واحد بيحاول انه يكون يبين هو الافضل بغناء او بالعزف، فكان تجربه كثير حلوه. في عندك مهرجان موازين بالمغرب، حلو. مهرجان قرطاج، ما شاء الله كان في تنويع في البلدان العربية. قرطاج بتونس، جرش بالأردن، كان في مهرجان المحبة كل سنة بسوريا. حلو. في كان كثير حلوين هالمهرجانات، كان يعملوا جو كثير حلو لأن بالنسبة لأن نحن كفرقة أو عازفين أو مطربين. أقرب المقطوعات الموسيقية لك نادر اللي دائما تحب تعزفها سواء من الشرقي أو من الغربي؟ هلا والله بحب كثير اعزف مثلا في شغلات حلوه كثير الفنان ياسر عبد الرحمن، وجه له تحيه، نسمع معكم ضوء الشارد. تمام. يلا. الله يسلمك. شو أعمالك القادمة؟ والله أعمالي الجديدة عم بحاول
كثير اهتم بموضوع الاستديو، عملت استديو بالبيت عندي وبحاول شوي هيك حلو نعمل موسيقى جديده، مقدمات موسيقيه جميل. حلوه. شيء خاص فيك انت طبعا نادر. طبعا اكيد جميل جدا. ان شاء الله عما قريب تسمعون ان شاء الله. ان شاء الله اكيد يعني نادر، اتمنى لك كل التوفيق في الله هذا المجال، نورتنا يسلمك. وكنت بالفعل مسك الختام في برنامج صباح الخير يا وطن. كل الشكر لك عازف الكمان نادر ديار، يعطيك العافيه. الله يسلمك. نورتنا نادر. اكيد نادر راح نختم على المشاهدين ونرجع ونسمع مقطوعه موسيقيه منك. مشاهدينا وصلنا لختام مشوارنا الصباحي وياكم، ترينا باكر في نفس الموعد الساعه 10 الصبح وبرنامج صباح الخير يا وطن، فقرات اخبار وايضا منوعه وممتعه مع ضيوفنا المميزين. تفضل نادر. الله يسلمك. Thank you.